اجيب لك صور وانا جاي يعني مش عارف. رخيصه دعايه رخيصه منحازه. انا اسف هذا اسلوب رخيص جدا ولن اقبله يعني. انا ما قطعتش الاستاذ خالد بيتكلم عن الطرف الاخر الذي قمت والله تجيبها حضرتك. انا مش هجيب لك صور الطرف الاخر. تجيبها انت حضرتك. دي دعايه. تجيبها انت. المواطن شايف وانا بتكلم يعني. انت جاي حلقه في التلفزيون مش جاي تتصور. لا اله الا الله. نتفضل مع بعض في لغه حوار. انت بتكلميني انا يا استاذه؟ انا اتقطعت في الحلقه يا استاذه. معلش. انا سكت تماما والاستاذ خالد بيتكلم حضرتك. اتفضل دور حضرتك. السيد الرئيس النهارده في خطابه حضرتك بيقول الدم المصري جميع عزيز وغالي كل دماء الوطن. قال التظاهر السلمي حق للجميع. وقال ان التعامل مع التعدي على الممتلكات العامه والخاصه يتم التعامل معه وفقا للقانون. وقال ادعو جميع القوى السياسيه لعدم توفير اي غطاء سياسي لاعمال العنف. وقال اذا ما اثبتت التحقيقات كذا وكذا وكذا فسيتم تحويل المسؤولين وفق التحقيقات. وقال البعض يستخدم التحريض كذا 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 لابد من اعمال القانون اذا ما تعرض امن الوطن. اين الرئيس الذي يخالف القانون؟ كل حوار الرئيس النهارده حضرتك موجود اهو يتحدث عن القانون وعن التحقيقات وعن اذا اثبتت التحقيقات كذا اذا اثبتت التحقيقات كذا. نحن نسمع الى كلام غريب جدا من المعارضه. السيد حازم عبد العظيم وهو من رموز المعارضه بيقول اول امبارح في فيديو منشور في كل الفضائيات بيقول برلمان ايه وانتخابات ايه وزفت ايه احنا في ثوره. طب لما الرئيس يتخذ قرارات ثوريه يجي يقولوا اين القانون واهدر القانون، ولما الرئيس يلتزم بالقانون يقولوا الرئيس الضعيف والرئيس بيتجاوز دوله القانون. احنا بلاش عارفين المعارضه الان يا سيدتي تلعب بالورقه الرابحه. النهارده الموضه مع الالتراس نلعب التراس اهلاوي، بكره الموضه مع التراس بورسعيد نلعب التراس مصراوي، النهارده دوله القانون حلو دوله القانون، بكره دوله الثوره احنا في ثوره زي يتكلموا عن القانون. دوله القانون يا استاذه. اين جهود النظام يتعامل مع دوله عميقه تحدث عنها الدكتور سيف عبد الفتاح وزميلي يعلم. انا بقول اهو يا فندم، انا بقول النظام يعمل والنظام يعمل مع دوله عميقه كلنا وصفناها بالفساد المتجذر في مصر. ويعني زميلي العزيز كتب في كل الصحف اننا امام دوله متجذر فيها الفساد، لديها مزيد من الوقت حتى يتم اصلاحها. مش السيد الرئيس محمد مرسي اللي بقى له 8 9 شهور ان يحاسب على الورث والتركه، احنا امام ورث وتركه. انا بتكلم في ملف واحد بس وهو الملف الامني اللي مازال متفاقم حتى الان. يا استاذ احنا بنتكلم عن اصعب ملف، الملف الامني معروف طبعا بترهله. وانا لا يعني انا هخفي حاجه المواطن حساسها. المواطن يشعر بالمشكله الامنيه الموجوده في الشارع، لكن المشكله الامنيه دي موروثه ولا هو اللي انشاها السيد الرئيس محمد مرسي؟ هو جايب معاه قيادات وقيادات والتي لا تستطيع حفظ الامن في الشارع، ولا كل القيادات الامنيه الموجوده الان هي صناعه نظام مبارك وجزء من النظام الذي ورثناه؟ تركه ثقيله يا استاذه في الاقتصاد وفي الامن وفي السياسه وفي الخارجيه، تركه. احنا امام تركه موروثه. الان السيد الرئيس يتعامل مع التركه، نيجي نقول له النهارده كل ما يظهر مشكله من هذه التركه نقول له المشكله دي طب احنا جايين وعارفين في مشكله. ملف الخروج من العنف، ايه الرؤيه للخروج من العنف؟ يا سيدتي نخاطب من بادر بالعنف. نحن موجودين في المقطم والصور اللي زميلي زعل منها اللي انا ممكن اشيلها على جنب هي لكن موجوده في كل في كل الدنيا موجوده على جنب. يا سيدي انشرها يا سيدي انشرها وانت مصري يا سيدي انشرها صور الاخوان بس يا سيدي انشرها يا سيدي انشرها مجموعه بتسعى لحمايه وحده يا سيدي انشرها بترسخ الانقسام. مين اللي طلع الصور دي ذات كل الفضائيات بالامس واحنا زعلانين يا فندم لمواطنين انشرها يا فندم اخرين دول مواطنين مصريين. انا بس عايز ارد على الاستاذ سمير انشرها يا فندم انشرها يا فندم انشرها. انا معايا صور لمواطنين مصريين انا مصري خلاص يا فندم وانا اسف وانا اسف. لا اكمل استاذ خالد اكمل استاذ خالد اكمل استاذ خالد اكمل استاذ سؤال لي يا فندم. انا كمان اسف دون ان ارى الصور اللي ما جابهاش استاذ خالد. انا اسف لاي عنف يمارس ضد اي فصيل زي بالظبط. خلاص احنا بنتكلم ازاي احنا نحل مشكله بلدنا كمصريين. لو سمحت يا فندم انا بكمل يا فندم انا بكمل في الصور الاخضر انا بكمل. احنا كمان عندنا جرحى. لا انا بكمل يا فندم انا بكمل الصوره يا فندم انا بكمل الصوره. لا انت مفيش حاجه الصوره ده صوره احاديه يا فندم. والله انتوا بتردوا بسرعه يا فندم. لما تيجي تتكلم عن العنف وتقول لي الناحيه الثانيه الناس شافت بعينيها يا استاذه الان لم يقعد احد. يا استاذ سمير ما حدث الاسبوع الماضي فعلا
من تعدي على الصحفيين وتعدي من كان يعني يتحرك. وحضرتك ما شفتيش بص يا فندم، بص يا فندم، جمعه الكوكتيل اللي حصلت يعني اول امبارح دي جمعه كوكتيل حضرتك حصل فيها كل شيء، تعدى على المساجد حصل سحل بنات وتعدى على البنات في مقر المانيال، سحل بنات، سحل بنات، ضرب بنات، عندك دليل على مسألة ضرب بنات، ضرب بنات، ضرب بنات، ضرب بنات، بنات. احنا ما اتهمتش، ما اتهمتكش بالكذب وانت بتكذب من اول حلقه، من اول حلقه ضرب بنات، ضرب بنات، ضرب بنات، ضرب بنات، ضرب بنات، هات لي صوره واحده والناس بتوعك عملوا ايه؟ لا احنا نشرنا فيديو بتاع المانيا، نشرنا فيديو السيده مش موسى في وبقى صحيح، احنا بنرجع غير صحيح، غير صحيح، الشعب حفظ الاسطوره دي يا استاذ، صحيح ايه الشعب حفظ الاسطوره؟ لا 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 مقر المانيا الامس، عيب عليك انت، عيب عليك انت، عيب عليك انت، استاذ ايه بقول لك مقر المانيا، بقول لك مقر المانيا امبارح البنات اتضربوا فيه واتسرق يا استاذ، نشرنا فيديو يا فندم، نشرنا فيديو يا فندم، اتضربوا اتضربوا يا فندم، المسنين اتسحلوا في المقر، يا استاذ هذه الطريقه، هل بقى الطريقه نخرج من هذه الدائره من العنف؟ يا استاذ يعني هو ده مثال لما يحدث يا استاذ، اذا كان ده بيحدث مين اللي مش مسموح؟ مين اللي ما سمحليش يا استاذه؟ انا على الهوا، مين اللي ما سمحليش؟ مين اللي سحل؟ مين اللي سمح لك وما سمحليش يا استاذه؟ مين اللي مش سمح لك؟ انت صاحب الحلقه؟ لا يا فندم مش سمح لك، خلاص تسكت، تسكت لما اتكلم انا، تسكت لما اتكلم انا، ترد في دورك، ترد في دورك، ترد في دورك، الا اكاذيب يسمعها الشعب ليل النهار من جنة المعارضة ومن المعارضة. شوف يا استاذ خالد لو سمحت يا استاذ، هذا الاسلوب الذي تستعمله المعارضه مع الاخوان ومع الرئيس ومع الجماهير، يجي على النص ويقاطع ويعمل، نشرنا امبارح مقرات الاعتداء على مقر المانيا اللي ضرب البنات، نشرنا صور المسنين اللي اتسحلوا في المقطم، نشرنا صور بائع الفاكهه اللي قدام المسجد وهو خارج من المسجد سحلوه، كل الصور موجوده، مفيش حاجه خافيه على حد، الشارع شاف كل حاجه، والشعب مش غبي، الشعب في الخارج وفي المسلمين في الخارج والداخل يعلموا الحقيقه كامله، والشعب والمعارضه انكشف عنها كل الاقنعه وانكشف عنها كل الستار، انتهى الكلام، بعد اذنكم انتهى الكلام، عايز تصلح نروح على معاهده الحوار الرئيس الشرعي ونصلح، لكن الكلام اللي في الشوارع ده مش كلام يعني. انا على الاستاذ، هل هذه الارضيه كفيله بان هي توجد اي شكل من اشكال التوافق او المصالحه او التعاون او اي شيء لصالح الوطن؟ مظبوط. بصي حضرتك، بدايه انا مره ثانيه حضرتك يعني طرحت سؤال اعتقد انه من العدل جدا ان احنا نطرحه، انا هنا من البدايه بقول ان انا بمثل الطرف المعارض، انا بتعامل مع سلطه من المفترض في سلطه الرئيس، في سلطه وزاره الداخليه، في سلطه الاجهزه التابعه للدوله ان تكون محايده تجاه كل المواطنين، على راسها مؤسسه الرئاسه، ولما يكون في عندنا حزب حاكم زي حزب الحريه والعداله او حزب بيقول ان هو له شعبيه كبيره، فمن المفترض على اساس ان هو يتصرف انه حزب يمثل مصالح كل المصريين. هو احنا لما انتخبنا الرئيس محمد مرسي كنا بننتخب حزب حاكم ولا كنا بننتخب شخص رئيس؟ هو قال لنا ليه، انا بسال حضرتك السؤال ده لانك اصريت كذا مره انك تقول الحزب الحاكم بالزبط. عند اختيار الرئيس محمد مرسي هل كان اختيار لشخص الرئيس ولا كان اختيار لحزب الحريه والعداله يكون هو الحزب الحاكم؟ كان اختيار لشخص الرئيس بناء على وعود قدمها لقاده المعارضه والزعامات الوطنيه الاخرى اللي كان الاخوان بنقف معاهم ايد بايد وكتف بكتف على مدى 18 يوم في ميدان التحرير في الثوره ضد النظام المخلوع، وتلقينا وعود منهم ان انتخاب الرئيس مرسي سيكون حفاظ على الثوره وعلى مكتسبات الثوره واداره البلد بشكل مشترك فيما يحقق مصلحه المواطنين المصريين. الاستاذ الفاضل الاستاذ سمير لما بيتحدث عن ان كل المواطنين راوا، انا فندم عايز اقول الصوره الكامله، عايز اقول كافه جوانب الصوره، وحضرتك اشرتي لما طلع مجموعه من المتظاهرين بغض النظر انا متفق ولا مختلف معاهم علشان يرسموا شويه جرافيتي على الارض ويطلع ثلاثه من الحراس بتوع مقر جماعه الاخوان المسلمين ويقوم بالاعتداء على احد السيدات، وكلنا شفنا الفيديو ده زي ما برضو الاستاذ سمير كل بيقول لي ان احنا كلنا شفنا الصور، كلنا شفنا هو بيلطم هذه السيده على وجهها وهي بتقع على الارض، وفي امر بالضبط والاحضار لثلاثه من قيادات او مش من قيادات عفوا من حراس مكتب جماعه مقر مكتب الارشاد في المقطم، واذا كنا احنا نتحدث عن دولة عدل ودولة قانون، فأنا كنت أتمنى أن نسمع من سيادة الرئيس بصفة رئيسي أنا كمان إدانة واضحة منه للاعتداءات التي قام بها حراس المقر على الصحفيين زملائي اللي كانوا بيقوموا بمهمتهم ببساطة، واحد صحفي مصور حاول أن هم ياخدوا منه الكاميرات بتاعته لما قاموا بكسر قدمه، وأنا اسمه محمد نبيل ده هو مصور موجود وبرضه متصور وحاكي الحكاية بتاعته ممكن بشكل يبقى كامل. ممكن يبقى رد على الجزئية دي بأنه تم التعدي على مقر الإخوان لو من خلال سباب لو من خلال لا بعد اذن حضرتك، الشباب كانوا رايحين، انا تاني مره تانيه مش بالضروره ان انا بايد اللي بيتم بالطريقه ديت ان هو المحاوله الاقتراب من مقرات بعض الاحزاب في وقت حساس، ولكن في النهايه اللي انا اعرفه ان في شباب كانوا عايزين يكتبوا حاجات على الارض، وان هو طلع لهم من جوه المقر ناس اعتدوا عليهم بالضرب، شفنا واحد بينزف من دماء ومن مناخير ودماء، شفنا سيده بتلطم وبتقع على الارض، وشفنا امر بالضبط والاحضار من قبل النيابه لثلاثه من الافراد اللي تم تحديدهم بالصوت والصوره، وسمعنا واحد قدام المقر بيقول اللي
قرب من المقر هنفصل راسه عن جسده. سمعنا ده بوضوح عدة مرات، والنهارده بتردد نفس الجملة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هيقرب وهيحاول يدخل مدينة الإنتاج الإعلامي لممارسة عمله، سنقوم بفصل راسه عن جسده. وهنا سؤال عشان بس الوقت الأستاذ سمير، هنا سؤال، إحنا دولة القانون الأستاذ سمير برضه معلش يا أستاذ أمام بهدوء سريع جدا، أنا بطالب الأستاذ سمير وأنا ما بقولش إن ما حصلش اعتداء على بعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بس اسمحي لي إن أنا أسأله، ما الذي يدفع الجماعة إلى حشد أنصارها من كل أنحاء مصر في أتوبيسات مش عارفين بالظبط يعني هم جايين حتى رايحين فين؟ احنا كان في ناس مواطنين تايهين، مواطنين مصريين جايين من الشرقيه ومن المنوفيه ومن الاسماعيليه، يقول لك انا جاي ادافع عن المقر كان المقر تحول الى كعبه، وهو ليس كذلك. هناك ده مقر حزب سياسي، في ناس شايفه ان ده المقر اللي بتدار منه مصر الان، رايحين يتظاهروا قدامه ليه؟ حاولوا هو بيتكلم عن اللي حصل دلوقتي في محاوله تصوير يعني ليه الدفاع بشكل شعبي مش في شرطه؟ يعني هو اعتداء على الاخوان بس يا استاذ سمير، يعني هنا كانت المشكله. بعد اذنك يا استاذ خالد، هنا كانت المشكله، المشكله عدم سيادة دولة القانون. أين دولة القانون لما يبقى فيه تعدي؟ مش المفروض الشرطة هي اللي بتحمي هذه المقرات وبتحمي هذه الأماكن؟ طيب أكمل يا فندم؟ اتفضل. طيب إحنا حضرتك بلغنا الشرطة قبلها بيوم وعقدنا مؤتمر صحفي في إحدى الفنادق، وقلنا فيه أن حماية الشارع وحماية المقرات الخاصة والعامة والممتلكات العامة الخاصة والعامة لكل المصريين هي مسؤولية الشرطة. نحن سنجلس داخل مقراتنا، سنحمي مقراتنا من الداخل حتى لا يتم العبث بها. من الداخل؟ من الداخل. طيب. وكنا موجودين داخل مقراتنا. كان في تعدي من الداخل؟ أنا بكمل يا فندم. اتفضل. أنا بكمل أهو. والشرطة كانت موجودة. احنا بلغ رسمي للشرطة والشرطة كانت موجودة بتحمي الشارع وتحمي المقر. أما ما حدث كمائن من البلطجية الذين تم استئجارهم في مداخل المقطم من مدينة نصر ومن مطلع السيدة عائشة، أنا بتكلم على الأسبوع الماضي، على الشرارة اللي أدت للجمعة. الشرارة فندم 16 مارس الشرارة عن يوم السبت تحديدا، ليه ما كانش يعني ده كان رد فعل، يعني رد فعل متاح، يعني مسموح يا فندم، يعني رد فعل مسموح. انا بسال حضرتك على ثلاثه من اعضائكم بالصوت والصوره صدر لهم امر ضبط واحضار، لم يتم ضبطهم واحضارهم، واعتدوا على زملائي الصحفيين واعتدوا على السيده. بعد اذنك بعد اذنك يا استاذ خالد، اتفضل يا استاذ سمير، اتفضل. كلنا نقدر نقطع بعض يا استاذ خالد، وانا اقدر اتعقب الحلقه بدونك، يعني سهل جدا الكلام ده. اتفضل. انا هجاوب على الاسئله اللي من المنصه بعد اذنك، يعني وانا اقدر اجاوب كويس جدا يعني من السيده المذيعه ومن المنصه، وانا حضرتك لا تتحبس نيابه عني يا استاذ خالد، دي مش شطاره، دي مش شطاره، الشعب رافض التساليب دي من زمان، دي مش شطاره اللي بتعمله، مش شطاره اسم الشعب اللي بتعمله، مش شطاره جزء من الشعب. قول لنفسك، قول لنفسك احنا حصلنا على اغلبيات في الشعب، وانتم لم تاثروا على شيء، وهذا رب المساله، هذا رب المساله، يعني تاثروا عن المحصصه، ده موضوع خاص يعني. بص يا استاذ، دولة القانون، دولة القانون. طب خلاص خشوا الانتخابات، معلش شعبيتنا في الحديد، شعبيتنا في الحديد، خشوا صدنا الانتخابات ولا تحصلوا على شيء في الانتخابات القادمه. شكرا. طبعا لن تحصلوا على شيء في الانتخابات القادمه باراده الشعب، باراده الشعب. تزوير هي بايه؟ تزوير هي بايه؟ شعب فائق بايه؟ شعب فائق بايه؟ شعب فائق بايه؟ يا استاذه، يا استاذه الموقف غايه في الوضوح الان. من تريد النيابة فلتذهب إليه بطلب إحضار، ضبط وإحضار بشكل طبيعي جدا، والقانون يجيز لأي فرد أن يذهب إلى النيابة ألا يذهب، ثم يتم تحويله إلى القضاء، والقضاء ينظر في أمره ويحكم حكم عليه غيابة أو حضورا، وهذا الشخص له الحق أن ينتدب محامي ويتقدم للدفاع عنه بتوكيل، هذا أمر قضائي، ونحن قلنا نتركه للقضاء تماما، وأي جهة قضائية من حقها أن تستدعي أي حد. مش هتكلموا في الإخوان، هتسلموهم للنيابه؟ هو احنا حضرتك ربطتهم بسبب ان سلموهم للنيابه؟ طب سلمنا اللي اجرتوهم ضربوا الناس في المقفل، احنا عندنا امر ضبط واحضار لحد من عندنا، سلمنا من عندكم فينا فين؟ عندنا من جبهه الشباب، من عندكم فين؟ من عندكم في ثلاثه حراس للمقفل، مين اللي جاب الناس دي؟ انا ما اعرفش والله يا حضرتك، يعني